عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر هذا البرنامج الوطني إنجازات وطنية، يبث في هذه الحلقة على قناة جوسات الفضائية الأردنية. وضيفنا لهذه الحلقة سعادة السيد عيسى البسومي، صاحب محل سيزار للستائر والديكور في شارع الجمر. سيد عيسى بسوم، مرحب فيك برنامجنا الوطني. بداية نحكي لك مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. بداية حابين نعرف السادة المشاهدين عن حياتك العملية والمهنية قبل افتتاح محل سيزار للستائر والديكور في هذه المنطقة، تفضل. حياتي المهنية والعملية، نعم. أنا شغلتي والله بالديكور والستائر، نعم، والديكور بشكل عام. يعني لك باع طويل ما شاء الله في القطاع. صرنا والله فترة طويلة، نعم، في هذا الشغل. نتحدث عن تأسيس محل سيزار للستائر والديكور، متى تأسس؟ والله تأسس في 10/9 كانت البداية إن شاء الله، وإحنا يعني عم نظبط ومنجهز يعني في شغل مشان يكون متكامل، من ديكور كامل يعني. جميل. من ستائر، من ورق جدران، من باركيه، من برادي زيبرا وأقمشة مشكل، يعني برادي رولو، يعني في عدة أصناف. فإحنا شوي شوي قاعدين نتوسع في المحل، لأنه لسه إحنا بداية وإحنا إلنا خبرة قديما، يعني 25 سنة في هذا المجال. نعم. استيراد والتصدير، أو نحكي استيراد بشكل عام سيد عيسى، يعني من أين تستوردون الستائر أو الخام؟ نحكي مواد الخام. هذه الستائر والله إحنا بنجيبها بنستوردها من الصين الأقمشة، نعم، وفي قسم من تركيا، نعم، يعني القسم الأكبر منجيبه تركي، لأنه التركي جودته أعلى وأفضل يعني طلب المواطن أكيد الخام التركي. التركية بتكون أفضل، يعني إلها بتدوم أكثر في جودة عمل. نعم، جودة عمل، جودة الخام. يعني سيد عيسى، أيضا نتحدث عن كيف ترى إقبال المواطنين لمحل سيزار؟ والله إن شاء الله بداية خير، في إقبال، وإحنا إن شاء الله يعني بنعمل، قاعدين بنسوي يعني نشرات إعلامية كويسة بحيث إنه يشوفوا شغلنا ويشوفوا دقة العمل عندنا والمواعيد. إن شاء الله كله حيكون والتميز بالشغل وبالبضاعة، برضه كلها بضاعة جديدة وحديثة، كلها 2017 2018 شغلات حديثة يعني. نعم. وإن شاء الله يعني التوفيق من رب العالمين. أكيد أكيد، من لكم التوفيق أكيد. سيد عيسى، يعني كخبرتك ولك باع طويل ما شاء الله في هذا القطاع 25 عاما، كيف ترى تطور هذا القطاع في الأردن؟ والله تطور هذا القطاع في الأردن إن شاء الله كل سنة يعني قاعد بزيد، بيجي شغلات جديدة وحديثة، نعم. والناس يعني في طبقة من الشعب بتطلب، بتلاحق هذه الموديلات الحديثة يعني بتتكيف مع العصر أكيد. إن شاء الله. نعم. هل واجهتم أي مشاكل أو معوقات قبل افتتاح هذا المحل سيد عيسى؟ لا ان شاء الله ما وجدت ان شاء الله. احنا اصلا عندنا زباين من قبل هيك يعني، نعم. عندنا زباين من قبل فتوح المحل، يعني بيجوا عندنا وبنحكي معهم وبنتواصل معهم. احنا عندنا فروع يعني ثانيه، ولكن احنا هذا المحل اسم جديد سيزار، كنا نشتغل بالقبل بس باسم يعني اخر، ولكن هلا احنا الاسم سيزار فتحنا المحل بحيث انه بضائع جديده كلها 2017 2018 كلها حديثه، نعم، وكلها حسب المنتج الشيء الدارج حاليا. نعم نعم. يعني سيد عيسى، ايضا دائما وابدا تترقوا، اكيد لكم طموحات ورؤيه مستقبليه، ما هي طموحات سيد عيسى؟ والله طموحاتنا ارضاء الزبون، نعم، والشهره ان شاء الله. اكيد ان شاء الله دائما للامام. اكيد اكيد. هل يوجد لديكم عدد كوادر من جيل الشباب داخل هذا المحل؟ والله احنا ان شاء الله هيكون عندنا يعني كادر كامل، بس قلت لك احنا لسه بدايه جديده، نعم، في هذا المحل فاتحينه جديد يعني، ويعني ان شاء الله يعني كل شيء بكون عندنا كادر كامل للتركيب ولانتاج شغل، نعم، الستائر والباركيه والورق الجدران، يعني كامل. نعم. جميل جميل. يعني سيد عيسى، انواع الستائر، خلينا نحدد السادة المشاهدين بانواع الستائر.
والله في عندنا ستائر صيني، في تل تركي. في نعم في أكيد تل اسماء معينه. اه في تل، في ستان، في مخمل. نعم. في اورجانزا. يعني مشكل بضائع، يعني الستائر مشكله، في البرادي الزيبرا. نعم. في يعني تشكيله واسعه، ولكن الزبون يعني حسب طلب المفروض يعني انه. نعم. بيجوا بيتفرجوا وبيختار طلبه، وحسب طلبه بيلاقي يعني يعني تشكيله عندنا ان شاء الله كامله ومتكامله. اكيد يعني سيدي عيسى، حابين الان نحدد الساده المشاهدين موقع محل السيزار للستائر والديكور. نعم. واذا لديكم صفحه على الويب سايت او الفيسبوك حابين نظهر عبر هذه الشاشه. عاملين خصومات 70% لمده شهر من تاريخ الافتتاح. نعم. وعنوان شارع الجامعه، جسر، قريب على جسر المشاه او جسر الصحافه، جسر الصحافه. نعم. مقابل مفروشات الحمامي، وتنزيلات حقيقية إن شاء الله. ورقم تليفوننا 079-6777-052. نعم. أكيد هل لديكم تسهيلات أيضا داخل أو عروض معينة؟ إحنا إن شاء الله عندنا عروض بمناسبة الافتتاح، 70% خصم على البضاعة بشكل عام، وسرعة بالإنتاج إن شاء الله، وبالدقة بالمواعيد وشغل ان شاء الله. نعم اكيد ارقامنا تصدر على زميلنا في وحده المونتاج محمد ابو صبحه. نتمنى لك التوفيق والنجاح، لكن اريد من السؤال يعني سيد عيسى، اكيد كلنا جنود لهذا الوطن، واكيد انت رجل من عمده هذا الوطن ان شاء الله. يعني لو حلفك الحظ في هذه الايام تقابلت مع جلاله القادر على جلاله الملك عبد الله الثاني بن حسين في ظل هذه القياده الحكيمه، ماذا ستقول له عبر هذه الشاشه؟ سنقول له الله يديمه فوق روسنا، وان شاء الله البلد دوم تحت رايته. اكيد الله يدينا امتنان ان شاء الله في هذا الوطن وفي جميع البلاد على مدام وجود الاستقرار وجود الاستثمار. وفي نهايه لقائنا اعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم الشكر الجزيل لسعاده السيد عيسى المسومي صاحب محل سيزار للستائر والديكور. نتمنى لك التوفيق والنجاح، وشكرا جزيلا لدعمك وجودك معنا. شكرا لجلك لجل مشتاق.